وأنا أحبكم. أنا يناسبني الزيت أكثر من المرطب. في ناس يناسبهم الزيت، إيه عشان كذا كل وحدة لازم تعرف لبشرتها مرة كويس. بس شغلني يا جماعة، والله صوتي يوجعني. البسس مرة قاعد يتعبوني والله. أنا أحبك. البسس مرة قاعد يتعبوني والله. أنا أحبك. اللي عنده ضحكة زي دي واللي لون عيونه مش عادية، اجي هنا جنبي اجي ليا واحكي له اللي شفت انا في عينيا. شكرا اللي عارفه. ألا يا ليلة الليل، إيش؟ مش فاهمة. حرام، إيش هو الحرام؟ شكرا 7MP. أنتوا إيش قاعدين تسووا؟ كل اللي موجودين الآن إيش قاعدين تعملوا؟ حكونا. هذا الدواء بابا جاب لي هو من الصين، خلي حطيه تحت لسانك يشيل الكحة. بسم الله. كان طعمه ما عجبني، كأنه فكس. ايو مو حلو، طعم فكس. لوي يوالي، وسخت الكنب، وسخت يدي، وسخت كل مكان. وع وع، اعوذ بالله، وع مطعم مطعم. ما عندك بيت وما عندك زوج وراغدة بالبث. أيوة طيب، إيش دخلك؟ كافي كافي، مالي ساعة فاتحة، ساعة وكامل 20 دقيقة، وطول اليوم ما فتحت. صار سبحان الله ما عندي زوج وما عندي بيت وما عندي حياة وما عندي. أنت مالك يا ملقوف أصلا؟ طلع برا برا يلا. شكرا يا ابن هزاع. لا أنا بابا صوتي يروح يقهر. أمسح بدقنك هنا باقي والله. يا ربي إيش كنت بقول، نسيت. نسيت خلاص، كنت بقول حاجة نسيت. شكرا بنت أبوها، شكرا يا روحي يا 7MB، شكرا. فصلتها النوم؟ لا والله ما فيني نوم، طول اليوم نايمة مكتئبة من المقطع اللي شفته ذا من المنتشر. نبيل يا نبيل يا نبيل، شكرا يا جماعة. تعرفوا نبيل هذا كم لي أعرفه؟
يعني أول مرة أفتكر هيكمل سنة والله في رمضان أو قبل رمضان تقريبا. لا والله في رمضان، في رمضان، في رمضان ولا قبل رمضان، رمضان رمضان رمضان. حب كبير نبيل، الله يسعدك. من هذا اللي عنده ضحكة زي دية واللي لون عيونه مش عادية. اي مقطع خلاص، لا ايوه مقطع بندرف، خلاص لا نتكلم فيه عشان ما نزعل كلنا، الله يرحمه يا رب. صهيب اهلا. ليش تنمري على اللهجة اليمنية؟ يا الله، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ضبحتوا بي والله العظيم ايش فيه. ماني مش قاعد اتكلم على يمني بالمسخرة، خلاص لو سمحتوا خلاص. شكرا. الحلق ما يوقعك؟ هذا لا ما يوقعني، عاملته من 2020. انا خرمت لنفسي، بس انت انتبهي ما تخرمي من نفسك بعد تتعوري بعد تقولي روان لا والله ما ليش دخل. تمام شكرا ابو اياد، شكرا صهاب. شكرا ابو اياد، شكرا. من وين؟ من اليمن، من وصاب. لا ما عندي اطفال يا بعد. لا ما عندي اطفال يا بعد. لا ما عندي اطفال يا بعد.